10 من يونيو عام 2013. كانت سيرة الأنباء الأليمة هي حديث الشارع في كل قرية ومدينة داخل مصر، من نقص الوقود إلى انقطاع التيار الكهربائي، مروراً بالصدام الحاد بين المثقفين ووزير الثقافة، وصولاً إلى الصراع بين القضاء والجماعة. كانت الأزمات في تتابع والحوادث في توال. آنذاك اشتعلت المعارك بين المواطنين في المحافظة بحثاً عن السولر، وتعالت الصراخة نتيجة الخسائر المتكررة بسبب التخبط في إدارة ملف الطاقة. وسط تلك الضغوط التي أزعجت نهار المصريين، لم ينتهي الليل 10 من يونيو إلا بإضافة مزيد من الأخبار الحزينة الكئيبة. كان الخبر الأبرز الذي أبكى القلوب وجعل العيون تذرف الدموع بحرقة وألم هو اغتيال نقيب محمد أبو شقرة، المسؤول عن عملية تحرير الجنود المختطفين بعدما اغتالته أيادي الإثم والبغي ب7 رصاصات في بضع دقائق من الغدر في 9 من يونيو.